السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أستاذ أونكلي. إذا اليوم غادي نوريكم واحد من الدروس اللي يعني ديما كيتحط، ولا واحد من الأسئلة اللي ديما كيتحط وسهلوا عليه جوج ديال النقاط يعني باش تربحوا النقاط في الامتحان الوطني. إذا هذا يعني التمرين عليه جوج ديال النقاط وسهل لك في أنك تراجع يعني الدروس ديال الفانكشنز، مثلا asking for clarification، making a complaint، وهادو غادي تراجع غير هذوك يعني الاكسبريشنز اللي درتو في الكلاس، وغادي تحصل على جوج ديال النقط من اسهل يعني التمارين اللي كيتحطوا في الامتحان، وكتحصل لي يعني فيه على نقاط مجانية، مثلا جوج نقاط هنايا من يعني اسهل ما يكون. اذا هاد الاكسبريشنز هادو كتعرف اش من درس، مثلا هنا asking for clarification يعني طلب توضيح، making a complaint شكاية، expressing disagreement يعني ملي ما كتكونش متفق مع شي واحد في شي رأي، expressing good news يعني الأخبار زمان الأخبار مزيانة، مثلا apologizing الاعتذار. هنايا مثلا هنايا أول يعني expression I am sorry to say this، يعني هذه I'm sorry to say this but يعني باين أنه كنهضرو على complaining، يعني هنايا كنهضروا على making a complaint. هذا يعني making a complaint مثلا ملي كدير واحد الشكايه، يعني كتقول هاد الاكسبريشن هذا I am sorry to say this but، يعني هنايا الاول it's be okay، يعني الاول be I don't understand this word could you explain it please، ما فهمتش هاد الكلمه، يعني هنايا asking for clarification اللي كنطلبوا توضيح. I am glad I passed the exam، هنايا ملي فرحت انني نجحت في الامتحان، يعني هنايا expressing good news خبر لي مزيانة، شي خبر زوين. I don't share the same opinion about the causes of global warming، هنايا expressing disagreement يعني ملي ما متفقش مع شي واحد، ما عندي نفس الرأي معاه في شي حاجة. I don't share the same opinion about، يعني عندي واحد رأي مخالف لك شي مثلا اللي قال هذا الشخص هذا. I don't share the same opinion عنده علاقة ب expressing disagreement، وهذا ما عندناش هنايا apologizing غير زادوه وصافي. اذا هذا من بين التمارين اللي دائما كيتحطوا عليه جوج ديال النقاط في إطار أنكم